فات الوضوء ينوي بقلبه يسمى يقول بسم الله ثم يستحب له أن يغسل الكفين استحبابا. نعم إلا إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ثم يأخذ حفنة من ماء بيده اليمنى، يدخل الماء في فيه، يسحب الماء بمنخريه، يتبضبض ويدير الماء في فيه، ثم يمج الماء من فيه، يستنثر هواء مع يد اليسرى، ثم بعد هذا يغسل الوجه، منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، نعم، ثم بعد هذا يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفق. لا يكفي غسل اليدين إذا كان في الأول، ذاك سنة، هنا فرض. نعم، اليمنى ثم اليسرى. جميع الأعضاء تغسل مرة أو مرتين أو ثلاث مرات إلا الرأس مرة واحدة فقط، مسح فقط. يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى، يدخل سباحتين في صماخي أذنين، يمسح بالإبهام ظاهرهما، ثم يغسل الرجل اليمنى. يستحب له أن يخلل أصابع الرجلين بخنصره مع الكعبين دون أن يغسل الساقين اليمنى ثم اليسرى. لا يسرف في استعمال الماء. ثم يقول بعد هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.